تصرفاتهم وأعمالهم وسبع سنوات من الحرب والعالم يتوسل إليهم من أجل التنازل والتوصل إلى توافق سياسي يجعلهم غير يمنيين، لأنهم لا يشعرون بمعاناتنا، لا يشعرون بآلامنا، لا يشعرون بما نشعر به، ويضحون باليمنيين من أجل تحقيق الأجندة الإيرانية. هذا يجعلهم إيرانيين وأدوات إيرانية، ويصدق القول أن صنعاء تحت الاحتلال الإيراني بأدوات يمنية. الحوثيون هم رداء أو لباس فقط تتلبسه إيران لتقول أنهم متواجدين في صنعاء، وبينما المعركة اليوم هي معركة إيرانية. إيرانيون قتلوا في جبهات القتال أو مقاتلين من حزب الله قتلوا على أسوار أو في أطراف مدينة مأرب، قيادات حوثية قتلت، قيادات إيرانية أيضا أو خبراء عسكريين. الفيديو أيضا واحد من الأدلة الكبيرة. طبعا للتوضيح، الفيديو يتحدث عن الحديدة ما يؤكد، أو القائد العسكري يتحدث عن الحديدة ما يؤكد أن الفيديو كان تسجيله في العام 2018، ما يؤكد أن عملية الاختراق للميليشيا الحوثية للصف الأول للقيادات الحوثية كانت مستمرة منذ معركة الحديدة ولسنوات. وهذا الفيديو تأكيد على أن التحالف والشرعية والجيش الوطني وكل القوى السياسية والوطنية لديها الوسائل والأدوات الممكنة التي تكشف وتعري موقف الميليشيا الحوثية. الميليشيا الحوثية ليست قوية بما يكفي لمواجهة كل اليمنيين. الميليشيا الحوثية لا تستفيد إلا من نقطتين أساسيتين في الحرب، إما الخلافات السياسية بين المكونات الوطنية المواجهة لها، أو من خلال اللجان الوساطة أو الاتفاقات التي تعزف عليها منذ أن كانت في كوف صعدة، واتفاق بعد اتفاق لتميع الوقت وتحقق تقدم بعد آخر. ينبغي أن تتوحد كل الجهود. ما نشاهده اليوم من تقدم تجاه شبوة أو من حشد عسكري، رغم أن من الخطأ أن يعلن عن هذا التحرك، إلا أنه تحرك وطني ينبغي أن يصب في المصلحة الوطنية. يجب أن يتم تحرير المديريات الثلاث وتلتحم هذه الجبهة في الجوبة في مارب وغيرها.